النشرة الفلكية. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في فقرة النشرة الفلكية. من خلالها نرحب بضيفنا الشيخ سلمان بن جبر الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ سلمان. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبتين. يا هلا مرحبا. أشوف وايد مركز على الشمس إلى الآن، والبقع الشمسية يعني حسب آخر تغريدة لك أنها البقع صارت تتناقص الآن، فإيش على إيش يدل هالكلام وهالمعلومة هذه؟ الآن الله يسلمك، بالنسبة لموضوع البقع الشمسية، طبعا كل ما قل عدد البقع الشمسية كل ما تكون هناك مؤشرات على أن يكون في نوع من الهدوء والاعتدال في كمية الرياح الشمسية اللي تجينا والانفجارات على الشمس. لأن في من خلال من بداية السنة إلى الآن لو شاهدنا المعدلات كانت عالية جدا، يعني كمية البقع الشمسية فاقت المعدلات اللي كانوا متوقعينها للسنة هذه. فالآن الأسبوع هذا أو اليوم 48 ساعة اللي راحت هدت الأمور، أشوف عدد البقع أقل، فحبينا نوعي الناس، لأن الله يسلمك تطلع إشاعات قصص ثانية يقول لك الهدوء الذي يسبق العاصفة ولا من هالقصص هذه، والأفلام اللي تطلع فيها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. أحب دائما مثل ما تقول يعني معلومة قد ينظر لها الواحد ساعة يقول وش ما لها معنى أو شيء، ولكن نحطها من البداية حتى لو صار أن واحد كتب إحنا منبهين من قبل. الشيخ سلمان، في كثير من الناس سافروا أوروبا وأماكن أخرى، الشمس عندهم غير عن الشمس عندنا، الشمس عندهم يعني تلسع الواحد. فش السبب بالضبط يعني؟ هذا الله يسلمك اللي هو انكسار الضوء، انكسار الضوء الله يسلمك، لأن الشمس كل ما طلعت أنت شمالا كل ما كانت الشمس مايلة أكثر في اتجاه الجنوب، فزاوية انكسار الضوء تسلط الضوء عليك شبه عمودي على جسمك، فتحس بحرقان، تحس بلسعة الشمس، بينما احنا هني الشمس لأن عالية عندنا في السماء أكثر، فالضوء اللي دخل تنكسر أطياف الضوء في عدة اتجاهات، فاللسعة ما تحس بحرقان. الحين تطلع برا عندنا ما تحس بحرقان على يدك من 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 الشمس، في أوروبا تحس فيه. هذه بسبب زاوية الشمس وزاوية انكسار الضوء لما يدخل الغلاف الجوي. نسمع أن الشمس تكون أقرب في الشتاء مع أن الجو أحلى، فهل هذا الكلام صحيح؟ 100% الله يسلمك. دائما الناس تتوقع أن في فصل الصيف نكون إحنا قربنا من الشمس عشان كذا إحنا نحس بالحر، وفي الشتاء بعدنا، بينما العكس صحيح. في فصل الشتاء لما تكون الشمس قريبة سرعة دوراننا حول الشمس، واليوم عندنا وطول النهار أقل بكثير، فتعرض الأرض إلى أشعة الشمس يكون أقل بكثير. بينما في الصيف لما نكون أبعد عن الشمس يكون عندنا النهار أطول، فتسلط الضوء أكثر على الأرض وهذا يرفع درجات الحرارة. فسبحان الله، يعني عكس ما الناس تتوقعه. سبحان الله. ايش سالفة القمر الأزرق هاي اللي كان قبل كم تقريبا ثلاث أيام؟ بدعت الناس على موضوع القمر الأزرق في يوم الخميس، كان اللي نجم واللي قال حظك واللي قال بيصير معاك واللي قال اليوم بتحس بنفسك كذا. والله أقول لك يا ابن، شفت عجب العجاب، عجب العجاب مما كتب وقيل في ذاك اليوم، والله شيء ما يخطر في بالك. وهي القصة كلها بالأساس زين، عند الغرب دائما يقول لك إذا تكرر البدر مرتين في نفس الشهر البدر الثاني يسمى بالقمر الأزرق. لا أكثر ولا أقل، بس لا أكثر ولا أقل. زين، وهذا ولما يحصل معك الشيء هذا يدليك أن مثلا أن الشهر الهجري زين تتكلم في 30 يوم مو 29 يوم. صحيح. فهي بس يعني علامات بسيطة، لكن الناس بدعت الأسبوع اللي راح يا مناصر، لو شفت ايش كتبت العالم أقول لك بدعوا. يعني هناك أيضا من يسأل حتى أن الإرسال سينقطع والشمس ستحرق مدري إيش والأمور هذه. والله والله يا عبد الرحمن صدقت، والله عجب عجب. الناس كتبت تفادوا الاختلاط بالعالم، تفادوا بمن تحب حتى لا تزعله، تفادوا وش الكلام هذا، وين جبت الكلام هذا، ما أنزل الله به من سلطان. سبحان الله، والله قرأت العجائب عجائب خلال الأسبوع الماضي. الله حافظنا والله حافظ الأرض، الحمد لله رب العالمين. وسبحان الله كل شيء بقدر، كل شيء سبحان الله يمشي في
في في يعني مثل ما تقول على 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 مدار خاص من دون أي ما في شك، يعني في توقيت معين، في سبحان الله هذا قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب الأسبوع هذا ايش عندنا من أحداث فلكية شيخ سلمان؟ الله يسلمك. طبعا مثل ما احنا دائما نقول دائما نستغل القمر أساسا ندل الناس على الأجرام السماوية. فيوم الاثنين إن شاء الله بكرة عندنا القمر بيكون درجتين ونص عن كوكب المشتري، بيطلع القمر وبتشوف على يمينه مثل النجم الأصفر اللامع، هذا كوكب المشتري بالدربيل تقدر تشوفه وتشوف الأقمار حتى اللي حوالي كوكب المشتري، فبيكون بارز جدا بإذن الله تعالى. يوم الثلاثاء عندنا القمر بيكون درجة واحدة بعيد عن الثريا، فبيكون منظر جميل جدا، بتشوف الثريا وبتشوف القمر إلى يمين الثريا تحت، أو لو شفت القمر بتشوف الثريا على يساره وشوي فوق عنه، فتحتاج تركيز ولكن فرصة للإبداع بالتصوير، فهذه بتكون إن شاء الله يعني شيء جميل جدا. يوم إن شاء الله الأربعاء بنكون دخلنا أول طالع الجبهة، وطالع الجبهة هذه الجبهة اللي هي عدد من النجوم في كوكبة الأسد، ومع طالع الجبهة طبعا يبدأ الجو في نشعر أكثر التغير في الجو، يعني إحنا بعد دخول الطرفة ودائما نقول تطرف الحط، شعرنا في الأيام الماضية بتحسن في الجو، الآن تجيك رطوبة شوي وتجيك جو لطيف، فإن شاء الله يعني من بعد هذا بعد أسبوع كذا خلال الأسبوع القادم نبدأ نحس في تحسن في الجو بإذن واحد أحد إن شاء الله أحسن. بالنسبة للشهب، معدل الشهب حاليا يعني في أي وقت من بعد المغرب إذا قعدت تشوف السماء من شهبين إلى ثلاثة في الساعة، ففرصة بعد الواحد يستمتع فيها إن شاء الله. جزاك الله خير. في ختام هذه الفقرة نشكر الشيخ سلمان من جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على ما قدمه لنا من معلومات وإفادات حول أبرز الأحداث الفلكية خلال الأسبوع. وبإمكان المستمعين الكرام الحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بعلم الفلك، وذلك من خلال متابعة حساب الشيخ في تويتر أو في إكس الآن، وقناة مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على موقع اليوتيوب.